استاذ محمد، اذا يعني انت قبل شويه تقول فلوس ما عندنا، زين الفلوس شلون راح تدبروها اذا تجيب لاعبين من بغداد وباقي المحافظات؟ استاذ حميد، انا من 2003 رئيس نادي، يعني اقدم رئيس نادي انا صار لي 17 سنه. نعم صحيح. اني وزملائي اعضاء الهيئه الاداريه ندفع من جيبنا الى مصير المزايده بنهايه الشهر ال 12. واني اطلب النادي 100 مليون وحج احمد يطلبه 115 مليون. مال شنو هذا الطلب استاذ محمد؟ هذا صرفيات على الفريق الفرق الرياضي النادي كره القدم اللي بسنوات الماضيه. مالش كم سنه هاي؟ مالش كم سنه؟ والله تقريبا من 2011 12 وجاي. يعني من 2011 لحد الان صرف على الفريق 100 مليون استاذ محمد؟ نعم من جيب الخاص. بس على فريق كره القدم لو على النادي كل الالعاب؟ لا على النادي بصوره عامه. لا النادي بصوره عامه مثبته بوصولات وكذا. نعم وصولات ومحاضر اجتماع وتقارير المؤتمرات الانتخابيه اللي سويناها تذكر هذه المبالغ محمد خليل وحج احمد. نعم لا ماكو شك، ماكو شك استاذ محمد، انت قامه رياضيه كبيره، لكن اليوم يعني 100 مليون الله يعزك، شنو اللي تحقق من وراها؟ ما شفنا فد نتيجه مرموقه للنادي تحققت من 2010 لحد الان. احنا كاداره نسعى الى التاهيل وتاهلنا سنه من السنوات تاهلنا. ايضا باقي المحافظات وانديه بغداد ايضا بها الانديه المؤسساتيه هم تشتغل، فاكثر من مره ترشحنا المباراه النهائيه على مستوى العراق وما صار، ما توفقنا.